انا واحده قاعده لا بيا ولا عليا، ولسه صاحيه بقول صباح الفل، صباحكم عسل، صباح الهنا، وما اعرفش ان انا النهارده هيبقى يوم يعني عسل. طبعا اكيد يوم حلو، كل ايامنا حلو. انا صحيت من النوم قلت اول حاجه، انا اول ما افتح عيني، اول ما بفتح عيني لازم افتح الشبابيك. الجو برد على فكره، الجو بدا فيه لسعه برد كده شويه، مش برد برد بس بدا فيه شويه هواء. انا بقى اسكت؟ لا، لازم افتح الشبابيك وافتح الشقه وهوي كده وبص على المنظر الحلو كده واشرب كوبايه ميه من القله. بصوا انا احب كده اقوم من النوم افتح الشبابيك كده وهوي الشقه، جو برد، مش الجو برد، الجو هوا حتى في عز الشتاء، لازم اول ما افتح عينيا افتح الشبابيك. المهم يا ولاد قاعده لا بيا ولا عليا، قلت بقى اقوم بقى انتخ النهارده. برضو يا ولاد مهما يكون حياه البني ادم غير حياه غيره، يعني مثلا واحد بيبقى مقوي، انا خلاص بقى دلوقتي يعني قيت ام متعوده ان الولاد يا اما نايمين يا اما هم هيعملوا فطار لنفسهم يا اما انا كده في، لكن من سنين ما كنتش عايشه مع طفل يوم كامل. فالنهارده قعدت مع سفيان يوم كامل من الصبح لبالليل لوحدنا، فكان يوم عجيب بصراحه. صباحكم فل كده، فتحت بقى نور الاوضه والشبابيك بتاعت الشقه كلها وبتاعت الصاله، وقلت تعالوا نخش بقى المطبخ نشوف احنا هنفطر ايه. كل ده وانا كنت ايه يعني، بصوا لسه ايه قاعده لوحدي بقى ومفيش ورايا حاجه، وادلع نفسي اقوم في الفطار، ما اعرفش ان النهارده هجري والدنيا بتجري ورايا. بص بقيت بلف كده في الشقه، وانا كنت قايمه اصلا كسلانه حتى اقوم اسلق بيض، يعني كسلانه اقوم اقلي بيض اقوم اعمل فطار، بس قلت لا يا لازم اقوم افطر. نحب وجبه الفطار جدا واحب اشرب حاجه الصبح يعني، بس اليومين دول قلت لا انا عايزه اشرب حاجه سخنه، مش عايزه ايس كوفي بقى وكده، لا عايزه اشرب حاجه سخنه. فلقيت عند بطين طلعتهم، عيش تورتيلا، قرن فلفل اخضر كده، شويه الجبنه الحادقه زياده عن اللزوم دي بتبقى على الوش كده بتبقى حلوه، يعني جبنه قديمه كده بتبقى حلوه. المهم بقى زي ما انتم شايفين كده حطيت الطاسه وقلت احط عليها نقطه زيت واحط عليها قرن فلفل، مش حامي، قرن فلفل اخضر، انا بحب البيض على فلفل اخضر. قلت اقل البطين اللي انا بقوم الصبح افطر بهم، يعني دايما الفطار بتاعي المعتاد ما اكون ايه ما فيش حاجه تانية افطرها هو البيض اللي عندي. فعملت كده الفلفل وقلت كل ده كنت في دماغي ان انا قاعده لوحدي يعني بفطر لوحدي، فاهمين قصدي؟ ما كنتش عارفه اي حاجه خالص، كنت لسه منفاجئه. عملت بقى بيض وقطعت عليه الفلفل وما رضيتش احط عليه لا ملح ولا فلفل ولا حاجه، عشان انا هحط عليه جبنه رومي، والجبنه الرومي دي حادقه شويه فهي بقى ايه اللي هتشيل الموضوع، فما حطيتش ملح خالص، انا حطيت بس عليه الجبنه الرومي المبشوره. وقمت حطاها كده في الطاسه، وقمت جايبه عيش تورتيلا، تورتيلا صح، اه، وقمت ايه حطاه عليه كده كسندوتش، وعملنا فطار على السريع. وبعدت اجيب كيلو لبن جاموسي، بس دخت عمال ما جبت اللبن، ومعرفش ليه غالي جدا جدا ليه كده، يا ابني كنت جبت علبه لبن جاهزه كان اوفر لي، بس يلا خير بقى. المهم بقى ايه، انا عملت كده السندوتش وجبت اللبن، قلت اولع عليه وانا واقفه، حطيت بس سنه فلفل اسود عشان زفرت البيض يعني، وعملته كده يمين وشمال، ما حطيتش عليه لا جبنه موتزاريلا ولا بتاع، هي في حته الجبنه الرومي. فخلاص بقول لكم بقى، قعدت جبت كيلو لبن، لو قلت لكم سعره والله ما هتصدقوا، ما اعرفش ايه اللبن ده غالي قوي. المهم ايه ولعت عليه، قلت عمال ما اكون عملت كوبايه الكابتشينو بتاعتي تكون اللبن غلى، وضربت كده معلقه النسكافيه وشويه لبن سخنين كده الصبح. انا عايز اشرب حاجه سخنه، مش عايز اشرب حاجه الصبح ايس كوفي بقى وتلج وكده، لا عايز اشرب حاجه سخنه كده على الصبح. والسندوتش بصوا بقى جمال السندوتش، هو طالع بقى مقرمش كده والبيض جواه، احلى فطار، انا بحب الفطار ده جدا، بس هي الجبنه طلعت حادقه سنه يعني. وبس عملت الفطار الحلو ده واخدته كده وقعدت في هدوء، عارفه الحياه الهاديه والله قبل العاصفه. دايما اقول لكم قبل العاصفه كل حاجه هتتشال من مكانها النهارده والدنيا كلها هتتقلب بسبب عمو سفيان. انا قعدت بفطر، فقلت بقعد اتفرج بقى على حاجه كده احب اسمعها الصبح، احب اتفرج على حاجه، حاجه كده تديني طاقه ايجابيه. واحده تجيب ولا واحد يجيب، ولا ما ترعيش بدون علاقه عاطفيه، وين المشكله؟ تعب ابدا، لانه اساسا ما هو مشبع بثقه بذاته، ولا عنده اعتداد في ذاته، فيبغى مرايه يشوف نفسه من خلالها، فهذا الطرف اللي يتعلق فيه هو مرايته، اذا قال لك كلمه حلوه صنع يومه. شوه الحب الصحيح احتياجات الانسان، مواضيع شيقه وممتعه، ونبدا الحلقه على طول. شكرا لك لطولك هذه الدعوه سمرتينا. الله يطول في عمرك، انا سعيده اني معك اليوم، يعني انا بكون صريحه مع المشاهدين، سبق وصورنا الحلقه، سنبحث عن جوده اعلى لكم من نظر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يئوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق،
من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس. يا صباح الفل على عيونكم كلكم، يا صباح الفل. ايه ضيوف الرخمة اللي بيروحوا للناس كده بدري كده؟ ايه الضيوف دي؟ ايه ده ضيف رخم قوي. انا جاي اقعد النهارده هنا. انت جاي تقعد هنا النهارده؟ نادين جت سابتهولي وقالت لي ايه انا رايحه المستشفى، ام ابراهيم يا رب يعني يشفيها ويعفى عنها يا رب، تعبانه شويه. انا مالي بقى اقعد بسفيان ليه؟ انا ناقصه وجع دماغ بسفيان. ايه اهو الو الو سفيان. الناس اللي في الشارع دلوقتي معديين يقولوا الست اللي بتتكلم ده. انا لسه ما كملتش فطاري. انا عايزه اقعد افطر. انت عندك ايه هنا جوه في الاوضه مخبيه؟ بص بلا افطار، انت دلوقتي كبير، بقيت حاجه كبير، اصطبح عشان تطلع من صغرك كيف زي بنتك. انت تشرب كابتشينو على الصبح؟ كابتشينو ايه؟ ما تجربي السجاره بقى. اعمل له حاجه يفطر. طيب ماشي، اعمل له حاجه يفطر بيها ونشوف الصباح ده اليوم ده هيمشي ازاي. ما عنديش حاجه اطبخها اصلا والله. عايز اعمل لهم مكرونه وسجق. هشوف. تعالوا يا صباح التفاحه، يلا تعالى. انت جبتي بيت جديد؟ نعمل فطار، تعالى نعمل بسكوته بلبن بس هتاكلها. اه ايه النجفه حلوه؟ النجفه اهو اهي اهي، النجفه حلوه اهي اهي فوق اهي. ما هي دي اللي انت عايز تلعبها اهي اهي. امسك يلا. انت خايف؟ تعالى نعمل بسكوته بلبن ولا تفطر ايه؟ امك فطرتك؟ لا تتكسر. ايه يعني بيضحك عليا يعني لما سالت؟ ايه بيضحك عليا؟ اقعد بقى انا هعمل لك ايه؟ اقعد معايا اقعد معايا. انا كنت اروح اقعد عند عمتي في المطبخ على الكرسي ده، هو بتاع عمتي، كرسي عمتي والله العظيم بحكي لكم بجد. كنت اروح اقعد عند عمتي على الكرسي في المطبخ، عمال ما هي كانت تعمل لنا الفطار. كانت تعمل لنا فطار ايه بقى؟ بيض بالبسطرم ده عليه زي كاتشب والمايونيز، كاتشب ومايونيز ومسترده، بيض بالمسترده. يا خرابي كنتش بحبه. اعمل لك بيض بالمسترده زي عمتك. اقعد بقى اعمل لك تفطر. ايه ده؟ يعني عادي يعني اقعد انا على الارض وانت تقعد على الكرسي؟ اقعد هنا؟ اقعد هنا توتو؟ يلا احنا نجرب. ما انا معرفش انت بتاكل دي ولا لا. هضربك هضربك هضربك. شو شو شو
طب اللي امه جايبه لي من غير فطار ده ومش راضي يفطر، انا اعمل ايه انا في يومي بقى؟ اعمل ايه في يومي بقى؟ انا اعمل ايه في يومي؟ اعمل ايه انا؟ هتقعد جعان عندي؟ يا ولاد يا ولاد احنا لقينا الكرسي بتاع السفينه اللي احنا اشتريناه له وهو صغير صح؟ اهو دلوقتي انا عندي حته فراخ صغنطوطه بس بس وعندي حته سجق صغنطوطه، هعمل كيس مكرونه واحمر السجق واعمل شاورما واعمل شاورما وشاورما بالحته دي بس، وسفيان اصلا حمار وسفيان اصلا كلب وهوهو هطلعش شويه المكرونه دول، اعمل شويه المكرونه واعمل فراخ. دي انا يا جماعه يوتيوبر مشهوره فبجيب موسيقى تصويريه ورا كلامي، فايه دي الموسيقى التصويريه؟ الو عمو الظابط تعالى خد سفيان بقى حرامي. بص بقى انا قلت اعمل شويه مكرونه، قعدت بقى افكر الحاجات اللي عندي كلها لما ايه يعني، ده في حاجه كمان ما اتصورتش كنت محمره كيس ستريبس، فعملت كده كيس ونص مكرونه، في المكرونه طلعت كتير ده رقم واحد يعني، بس قلت ما عنديش حاجه. بس يا ابني شوف انا قاعده هو قاعد يعمل ايه وانا صرخ. المهم يعني قاعد قلب لي بقى الادراج والدرف ومطلع لي كل حاجه من الدرف، ومحمر بطاطس في الاير فراير، وعملت كده انا قعدت احاول افطره فين وفين لما دوخني يعني. المهم عملت كده سلقت له شويه مكرونه وجبت الخضار كده نضفته وقعدت اغسله عشان ايه اقشر بصل اقطع طماطم اقطع فلفل. النهارده عندي اكل قليل بس هعمل بيه كذا طبق كده وخلاص ويوم يعدي يعني فاهمين. عادي كنا زمان نعمل المكرونه ببيض بس وبطاطس مقليه ومتحطش معاكم اصلا كان عادي يعني. فعندي صدر كده اقطعه شاورما، وعندي شويه سجق هقطعهم برده سجق كده بالبصل والفلفل، وعندي طبق ستريبس هحمره بس هحمره في الاخر خلاص بقى لما نيجي نقعد ناكل وخلاص يعني، حاجات كده على الماشي ويعدي وخلاص اليوم ده. وما اشتريتش حاجه، انا جبت الحاجه اللي كانت عندي في الثلاجه هنا وخلاص، ما اشتريتش اي حاجه. المكرونه يا دوب هتتسلق، اكون انا قطعت السجق والفراخ واشوحهم كده زي الشاورما. انا هخلص حاجتي وهم بقى حابين يجوا في الوقت اللي هم يجوا فيه، لان كمان نادين وامير ونانهم كلهم مش موجودين، فانا مفيش الا انا وانا ودو سفيان دوخني سفيان دوخني يعني. لو كانت نانو معايا كانت هتشيله شويه، امير هيشيل شويه، علي كان يروح ويجي يبص علينا يشتلوا معايا شويه، بس سفيان والله عايزه اقول لكم لففني الشقه وفتح لي كل الادراج وفتح لي كل البتاع، بس كان يوم حلو ان انا قاعده معاه. انتوا عارفين انا يعني من كتر حبي فيه فخلاص انا عادي انا متاقلمه يعني موافقه، بس هو يجي يقعد معايا كل يوم. المهم كده عملت الثلاث حاجات كلهم مع بعض عشان اخلص، حطيت السجق وحطيت الفراخ وحطيت البصله للمكرونه، بس مش هحط المكرونه على الصلصه غير لما يقربوا يجوا خالص. وعملت كده بصلايه على كل حاجه وقرن فلفل على كل حاجه وطماطمايه، شاورما عاديه او سجق عادي ما هو يعني هما الاثنين نفس الحكايه. حطيت بس كده معلقه ثوم على السجق، هو كده كده بقى السجق متبهر، والفراخ بحط لها شويه البهارات بتاعتها وشوية طماطمية على الوش وخلاص. النهاردة كانت أكلة سريعة يعني اللي لقيته عندي، ما انت فاهمين انتوا انا بحروجة من عشان نادين وكده، بس مش بحروجة ولا حاجة هي بنتي يعني والله. واللي بصوا افتحوا الأكل مع نشوة هتلاقوا الأكل كان كتير وفاض والله، بس يعني كنت محروجة برضو. المهم عملت شوية مكرونة والشاورما والسجق، هعمل لكل واحد طبق مكرونة، اللي عايز يحط عليه شوية سجق يحط، اللي عايز يحط على حتة شاورما يحط، اللي عايز ياكل معاه حتة ستريبس يحط، هو كله قليل انا عارفه، بس اهو ايه يعني لو حطيتهم كلهم كل واحد ياخد حاجه هتلاقي الاكل كتير ان شاء الله والله. وفايد منه السبيكه بقت تسبيكه كانت اتسبكت معايا، سبتها قبل ما يقربوا يجوا خالص، قمت منزله عليها المكرونه. المكرونه ما فيش كانت كتير ليه كده، كنت مكتره المكرونه، هو البني ادم مننا لما يكون جعان. فقلبت كده المكرونه وسبتها بقى ايه لما شوف انا قاعده بحمر البطاطس وسفيان قاعد بيعمل لي ايه ومصمم ان انا اشتري، تعالي خديني تعالي بقيت احمر الحاجه وانا شايلاه، اعمل الحاجه وانا شايلاه، وقعدت حمرت الحاجه وظبطت الحاجه وفضلت قاعده انا وهو بقى لوحدنا. يا عم يهديك يرضيك تقول طب اعمل حاجه، ما فيش، حطيت العيش والحاجه وجهزت كل الموضوع على ايه على وجود سوفي على وجودهم يعني ناكل على طول. وغرفت المكرونه وحطيت المكرونه والمعالق والكوبايات عشان ساعه ما يجوا احط الحاجه الساقعه، قلت هم قربوا يجوا
على اساس ان هم قربوا، لقيتهم بقى اتاخروا. طبعا عايزه اقول لكم بيني وبينكم انا اكلت لقمه مكرونه وبتاع كده على السريع وانا واقفه، ما انا كنت جوعت بقى وهم اتاخروا، فانا اكلت لقمه وقلت بعد ما يبقوا يجوا بقى باكل معاهم تاني، ولكن قلت لحد حاجه ولا ما انا اعمل ايه، جوعت اتاخروا وانا جوعت. بعد ما اكلت وقعدت شويه قلت بقى ايه، اخش حلي، اخش اقعد كده حل انا والولا سفيان واستناهم لما يبقوا يجوا براحتهم، انا اعمل لهم ايه؟ شوفوا انا قاعده بقول لكم انا حطيت الاكل وهم جوش. اقول لك ايه، بص انا ده الميعاد اللي احب اروق فيه على مزاجي، انا خلصت اللي ورايا بقى ايه، مش عايزه حد يوجع لي دماغي. يعني اهب لنا ولا هلا ولا الهوا. بص انا جبت لك ايه بقى، بص دي بتاعتي انا وانت لوحدنا، دي بتاعت ايه، انا وانت لوحدنا هناكلها، يلا بينا. ايوه دي جميله قوي يا نسمه دي. ايوه الصلاه على النبي، بالصلاه على النبي، بالصلاه على النبي. عمرك في حياتك شفت حد بيشق البذره من جوه؟ ده انت عيل فقر يا انت. طب استنى بقى استنى، طب هو معقوله البذره طريه قوي كده؟ هجيب لك، احنا هنجيب هنجيب بجيب. ده هي بقت فسيخة، هي بقت ايه؟ فسيخة. مين هياكل المانجا دي؟ مين؟ استنى استنى بص اهو اهو، امك لو عرفت ان احنا هنبهدل هدومك مين هياكل المانجاية دي بقى؟ يلا انا عارفه انك هتعمل كده. ها دي جميله قوي يا نسوه حبيبي، سلامتك في سلامه، سلامتك في سلامه، سلامتك في سلامه، سلامتك في سلامه. اهو خرب بيأز. قعدت انا والولا الغلبان بقى كده ايه، ساعه المغرب اكلنا حته مانجا، الجو كان حلو، وساعه الغروب ده انا بحبها واحب اقعد اشوفها، وقعدنا كده ايه لما شبعنا من القعده في البلكونه، قلت بقى انا ساعه المغربيه لازم اقفل الشبابيك كده وافتح اسيب السلك بس مفتوح عشان لو ناموسه ولا حاجه ما تدخلش، عشان الشقه تبقى متهويه كده ويخش لها الهواء الطبيعي يعني. وقفلت كده بقى الشبابيك وقفلت الشقه وقفلت كده ايه، اي شباك مفتوح بقفله بسيب السلك. عايزه اقول لكم الستاير بتاعتي بقى لونها اسود فحمه، اسود لازم تتفك الصبح وتتعلق وتتغسل، اغسلها واعلقها على طول، ما هتاخدش معايا وقت، ما تاخدش حاجه. المهم قلت اما اشغل له بقى حاجه يقعد ايه يعني يشغل نفسه بيها الولا، ما هو قاعد زهقان معايا عايز يلعب ولا عايز يعمل اي حاجه، شغلت له الكرتون اللي هو بيموت فيه، بصوا ساعه ما يسمع الكرتون عايز حد يجي يجيبه، اخدته بقى وتعالى اخدته، طلعت اجري نقعد في الكرتون يسمع. ساعه ما اجي اقوم بصوا ساعه ما اجي اقوم يعمل ازاي، يصرخ. ولا انت عاوزني ولا عايز انثى السنجاب؟ حدد عايزني ولا عايز انثى السنجاب؟ اهلا وسهلا اتفضلي. مش نسيتي انك خلفتي؟ اهلا وسهلا سلم عليك. ازيك يا جماعه؟ عامله ايه؟ ازيك يا ام؟ والله عشان مش فايقه فايقه ولا ساعتين. انت جايه كانت ايه؟ كانت حماتك عامله ايه؟ الحمد لله والله كويسه. بجد؟ انت عامله ايه؟ حماتك عامله ايه؟ شكلها حلو والله. انت قمر حماتك عامله ايه؟ الحمد لله والله. بجد؟ لسه ما فقتش من البنج بس الحمد لله.
هتفوق على امتى؟ قالوا لك كمان ساعه كده. بجد؟ وهي كويسه؟ اه والله الحمد لله. سلامتك. الف سلامه. الله، ايه ده؟ انا حتى الاكل بقى 3 ساعات. بجد؟ والله شايفين فين بقى؟ لسه في فراخ بيتحمى. شوفي بس. وحشتيني. انا حبي نشوى. ايوه، عليه بقالي اكتر من 8 ساعات صح؟ نساني. السكر ده مش عارفين كده. انت ضربته بيه؟ اه، كنت عايشه. علم.